زيد، لنا الفخر نستضيفك بهذه الحلقة الخاصة عن المنع والمحاكمات، ولعل أشهر المحاكمات في منتصف القرن العشرين هي محاكمتك. هل هنالك وجه شبه بين محاكمتك واللي حكيت عنه الأزهري الكبير، اللي حكيت عنه جسما في بداية الحلقة علي عبد الرازق؟ يعني في تشابه وفيه اختلاف، بس طبعا جاسم طبعا كتير من المصريين ما يعرفوش ان كان في قبل علي عبد الرازق وقبل طه حسين وقبل كل المشكلات كان في محمد ابو زيد 1918 الذي اصبح يطلق عليه الان ابو زيد الاول. اللي هو يعني قاعد في ابو زيد الاول وابو زيد الثاني. ومشكله ابو زيد هو ازهري ورجل عقلاني من يعني من اتباع الشيخ محمد عبده، مشهور جدا الشيخ محمد عبده. وفي ذلك الوقت كان في حوار يعني في 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 جلسه عاديه، ما كانش في كتاب ولا حاجه، يعني في في جلسه عاديه قال انه ما فيش دليل قطعي على ان ادم كان نبيا. نعم. انها كلها ادله ظنيه. ده كلام دقيق في فيما فيما يسمى انواع الادله وكذا. فالناس اللي هم كانوا قاعدين معاه راحوا بلغوا عنه. كبر مقتا عندهم. كبر مقتا عندهم، راحوا بلغوا عنه في محكمه دمنهور، المحكمه الابتدائيه في الوقت ده، وكان برضو باسم الحزبه للتفريق بينه وبين زوجته على اساس انه كافر. محكمه دمنهور الابتدائيه فرقت بينه وبين زوجته، اصدرت الحكم. لكن ابو زيد الاول كان محظوظ لانه في الاستئناف في محكمه الاسكندريه رفضت الحكم، والقاضي قبل ان يصدر الحكم عمل بيان يعني جدير بالنشر هذه الايام، يعني قال يعني عارف ان الناس منتظره وانه الاعداء كذا وكذا، لكن يا ايها المسلمون اشغلوا نفسكم بامور اهم. طيب دكتور ابو زيد، يعني نعود لابو زيد الثاني. حضرتك الحزان. حضرتك طبعا قضيتك اشهر وان احنا نعيد تعريفها مره ثانيه، ولكن يمكن بالنسبه للمشاهدين اللي ما يعرفوش، لو رجعنا بحياتك شويه لورا في التاريخ، حياتك اتهمت بالرد عن الاسلام بسبب رساله الدكتوراه بتاعتك، والتي كانت كتابك واللي كان مبني على رساله الدكتوراه بتاعت حضرتك. لا شيء، هي ما كانتش بسبب رساله الدكتوراه. انا عملت الماجستير وعملت الدكتوراه ونشرت كتب ورقيت الى درجه بيسموه استاذ مشارك باحتفال شديد واحتفاء شديد، مش بس في المجتمع المصري وانما في المجتمع العربي. كتبي كانت يعني ايه من الكتب المقروءه كويس. هي المشكلات كلها نشات لما انا تقدمت للحصول على بيسموه الترفيع الى درجه استاذ. وقدمت كل انتاجي اللي هو بعد كده، قدمت اربع كتب وحوالي 12 بحث منشوري. هو كتاب النص والتاويل هو اللي كان الاشكاليه؟ لا لا، الكتاب اللي هو عمل المشكله بالنسبه لاحد اعضاء اللجنه هو كتاب نقد الخطاب الديني. نقد الخطاب الديني. فاحد اعضاء اللجنه، في اللجنه اللي هي الموسعه بتبقى اكثر تقريبا 40 عضو، لكن بيختاروا اللجنه بيسموها لجنه قراء لما بتبقى ثلاث اعضاء. كويس. احد اعضاء هذه اللجنه كان بينتمي لتيار الاسلام المتشدد، وفي الوقت ده كانت فضيحه شركات توظيف الاموال في مصر، كانت فضيحه قبل كده يعني في الثمانينات، كانت فضيحه. من ادعوا عليك عفوا بناء على قانون الحسبه؟ نعم. عندنا عبد الصبور شاهين، دكتور محمد بلتاجي، ودكتور احمد هيكل، ودكتور اسماعيل سالم. دول يعني مش هم اللي رفعوا الدعوه، دول اللي يعني اللي تقدر تقولي ايه الخلفيه الفكريه لهذه الاتهامات، لكن اللي رفعوا الدعوه رجال قانون محامين. طب سبب التهمه كان ايه؟ ما تقدرش تفهمي سبب التهمه كان ايه، واخد بالك؟ هو الاساس انه كان في هذه اللجنه الترقيه كان في ثلاث اساتذه قروا، اثنين عملوا تقرير ايجابي ان هذه الابحاث تستحق الحصول على كذا، تقرير واحد اللي هو تقرير واحد منهم اللي هو قال يعني هذا كفر وهذا خروج عن الاسلام وكذا، ما عملش تقييم اكاديمي للابحاث. مع ان اغلبهم اساتذه جامعيين اكاديميين. نعم، لكن التقرير والتقرير نشر، يعني التقرير نشر وعرف وفيه كلمات. مصر كلها في ذلك الوقت، الكلام ده 1993، مصر كلها في ذلك الوقت كان الارهاب يعني انتقل من الصعيد الى قلب القاهره.
يعني محاكمتك هي صورة عن الذي تمر فيه مصر في يعني الفترة. حين يذكر شيء يتصل بالدين الناس كلها يعني ايه تخاف يعني تكشف. فده اللي حصل لأعضاء اللجنة الألمية، بدل ما ياخدوا بالصوتين الإيجابيين ضد صوت سلبي عملوا تصويت. والله بالك ما هو كمان الديمقراطية ديت كمان بقت يعني والتصويت بقت مسألة يعني يساء استخدامها بشكل في العلم والمعرفة. مفيش حاجة اسمها تصويت يعني لو احنا عملنا تصويت في العالم هل الله موجود ولا لا؟ والله بالك هتطلع نتيجة سلبية. ولكن البعض قال دكتور ان كان في نوع من انواع الحسد والغيرة وده اللي كان الدافع وراء هذه التصويت. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن الدوافع الشخصية والله بالك يعني يعني اقدر احكي حكايات والله بالك بس ده ياخد مننا يعني ايه ياخد مننا وقت يعني وفي نفس الوقت كلام مش موثق لان ديت علاقات شخصية لقاءاتي مع بعض هؤلاء البشر فيها الجانب ده. لكن يعني ايه انما اللي ادى الى انه هذا الخلاف الاكاديمي هذا وهذا بالك ينتقل الى العالم وبعدين يصل الى القضاء يعني ده تم عبر اجراءات مرتبطه بمجتمع كان في حاله تحول جذري من انه مجتمع يعني ليبرالي مجتمع يعني تعددي في درجه ما من الحريات الى مجتمع يعني ايه لم يفد القتل فيه القتل الجسدي لكن فيه وسيله اخرى اسمها القتل المعنوي. طيب لماذا تمت محاكمتك في محكمه الاحوال الشخصيه؟ لانه الغرض من وراء يعني هذا الموضوع كله هو اثبات انه نصر ابو زيد كافر وليس هناك محكمه يمكن ان تتقدمي اليها لكي تثبتي ان شخص كافر لانه ما فيش في القانون المصري هذا الاتهام محاكمة الكفار ما فيش في اي قانون في العالم يعني في طرق ملتوية لهذه المحاكمة. فوجد اللي عملوا الدعوة انهم يطلبوا من المحكمة عشان كده محكمة الاحوال الشخصية باسم الحزبة التفريق بين الزوجين على اساس ان الزوجة مسلمة ان الزوج بناء على الكتابات وآراء الفقهاء كذا وكذا وكذا كتاباته تعكس كفرا وإن ربنا ما يرضاش مش منسيب مسلمة متجوزة كافر بالتالي يطلب يعني الحكم كان التفريق بينك وبين زوجتك اللي كانت اللي هي الدكتوره ابتهال ليون. لكن احنا نستغرب لما نعرف انه المذهب الحنفي يقضي بالتفريق بين الزوج وزوجته لما في حال الزوج ارتد ولكن بفسخ عقد الزواج في حال الزوجه ارتدت. تعليقك على هذا النص خلينا نقول لا الـ 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 يعني الفقه في هذا المجال ما يعني في بيتضمن اراء حيويه لا يعيها هؤلاء الناس ولا يعيها القاتل الذي أصدر الحكم. لأن القاضي الذي أصدر الحكم بيفر ملخصات وبعدين لأنه القاضي كان مطلوب منه في هذه الحالة وهذه مشكلة القوانين عندنا. إنه في حالة عدم وجود نص قانوني يتعامل مع حالة قضائية معينة على القاضي هذه المسألة على القاضي أن يرجع إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة. تعرف حضرتك مذهب الإمام أبو حنيفة ده عشان القاضي يرجع لكتب المذهب أبي حنيفة تعرفي قد إيه؟ مكتبة الكونجرس. طب دكتور حضرتك رفضت هذا الحكم وقررت إنك تنتقل وزوجتك دكتورة ابتهال للإقامة في هولندا حقيقي بعد كده حضرتك رجعت لمصر كذا مرة والدكتورة ابتهال يعني شبه مقيمة في مصر وده يمكن وجه الشبه بينك وبين الأزهري علي عبد الرازق ولكن تعليق حضرتك على هذا الحكم شكلا ومضمونا وكان واقع عليك وإيه؟ يعني أنا رضيت على الحكم مضمونا الحكم مضمونا يعني يتمتع بخواء فكري مذهل خاصة إذا قلنا أن القاضي معاه درجة دكتوراه بل على مستوى التعبير اللغوي يعني أنا كسبت مرة أن لو طالب عندي كتب تقرير بهذه اللغة لازم أدله صفر في اللغة. طبعا ده كله ضعف في 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 الاجراءات من حيث المضمون هذا من حيث الشكل ما كانش ممكن احنا نستمر في الحياه في مصر تحت الحراسه المشدده لانه هنروح ندرس ازاي في الجامعه. طب كيف تواطأت الدوله مع هذا الموضوع المحاكمه؟
يعني كيف قبلت؟ يعني انا يعني بدي اقول حاجه، يعني ايه يعني الدوله، يعني النظام السياسي في كان في ورطه حقيقيه في ذلك الوقت، مش ورطه يسعى الى الحل منها، وانما ورطه يسعى الى ان يستثمرها. والاستثمار بدون مشكله انظمتنا السياسيه كلها، والاستثمار هنا ايه؟ انه في صراع وفي يعني خناقات بين الاطراف في المجتمع، وبيشغل المجتمع بقضيه هل الراجل ده كافر ولا مش كافر ولا مالك. وبالتالي القضايا الحيويه بقى اللي الناس المفروض تتشغل بيها يعني الاعلام هنا بيقوم بهذا الدور. دكتور انت ايضا كانت لك زياره الى الكويت من اجل ده قريب. نعم ديسمبر الماضي. ديسمبر الماضي نعم. المحاضره اللي كان المفروض تقدمها كان يفترض انه يجي 150 شخص متوقع، وبعدين انت منعت عن الذهاب واديتها صوتيا. نعم اخبرنا ما الذي جرى بعدها. بعد ما اديت المحاضره صوتيا يعني اجوا 1500 تقريبا، والملفت انه حضروا النواب. يعني طبعا حضروا النواب من البرلمان. كيف يعني المنع يحصل والناس تجي اكثر؟ ايش اللي بيحصل؟ هو ده دايما يعني ايه قانون المنع، ويا ريت اللي بيعملوا المنع دول سواء كانت حكومات او كانت جماعات تدرك هذا، ان احنا عايشين في عصر السماوات المفتوحه. وعايشين في عصر المنع فيه الحياه بقى اضحوكه يعني. يعني احنا بنتكلم عن القرون الوسطى، ونتكلم عن 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 اشياء ممكن النظام السياسي ما او الامبراطوريه ما بتتعامل مع الناس كرعيه. خلي بالك مفهوم الرعيه ده يعني مفهوم الحيوانات. والراعي اللي بياخد الحيوانات الى المرعى علشان تاكل وتشرب، فمطلوب من الراعي ان يحمي الرعيه من الذئاب. ده الكونسبت اللي ورا مساله. مش هذا حديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ نعم كلكم مسؤول عن رعيته، انما الحديث كمان عامل نوع من التخصيص يعني الى اخره. وما بالك ومش عايزين يعني الحديث هنا دلالته في القرن اللي اتقال فيه، دلالته اللغويه. وما بالك كمان ما نقدرش نسحبه من حيث الدلاله اللغويه، يعني السياق التاريخي الى العصر الحديث. دي اللغه كانت موجوده في ذلك الوقت. النهارده عندنا مثلا خالد محمد خالد كتب كتاب مهم، مواطنون لا رعايا. كويس؟ لان مفهوم المواطنه مفهوم حديث. مفهوم حديث جدا مع الثوره الفرنسيه يعني، اخي المواطن راح، اخي المواطن جه. فالرقابه قايمه وما تزال مستمره على اساس هذا المفهوم، مفهوم الرعايا والراعي الذي يقوم بدور الحمايه. وبالتالي يجب ان يحجب عن الرعايا ما يمكن ان يتصور هذا الراعي انه يضرهم ويفسد عقولهم ويفسد مشاعرهم الى اخره. النهارده احنا عايشين في عصر ثاني. يعني دكتور نصر حامد ابو زيد باش نستقطعك شويه، انت تكلمت عن الراعي والرعايه، يعني اتمنى انك ما تكونش من الذئاب اللي يحمي فيهم من الرعايا. اتمنى يعني ما اكونش خليك معنا، ما اكونش من الذئاب يعني، واتمنى ان انا اظل من ملح الارض. عموما الذيب بحب عباره ملح الارض. الذيب عندنا في السعوديه مدحه، لما يقول لك هذا الذيب يعني هذا شخص فاهم وعارف. يعني شوفي يعني هذه اللغه ما تزال حيه يعني. بالضبط. خليك معنا دكتور نصر حامد ابو زيد. مشاهدينا فاصل ونعود للحديث. مشاهدينا نجدد التحية بحضراتكم ونستكمل الحوار عن الرقابة والمنع والمحاكمات، ونخص بالترحيب من جديد بضيفنا النهارده المفكر المصري دكتور نصر حامد أبو زيد. دكتور نصر، يمكن في سؤال لابد أن يطرح نفسه، بالرغم إن احنا عايشين في عصر العولمة واحنا في كوكب صغير وكل هذا، ولكن الرقابة باتت تتزايد مش بس في دول عربية بعينها ولكن عامة في العالم العربي. حضرتك كيف تنظر لهذه الظاهرة على ما تدل كمان؟ يعني أنا بعتقد أنه يعني الوضع السياسي في العالم العربي بشكل عام دون أن نخص بلد بعينه، هذه ظاهرة عامة بيعاني من اختناق في قضية أساسية وجوهرية، قضية الحريات. الأنظمة السياسية في العالم العربي، ولا أستثني أحدا، أنظمة جاءت إلى الحكم دون اختيار حقيقي من الناس، وبالتالي لا تستمد مرجعيتها ولا تستمد يعني العهد القانوني ولا شرعيتها من تأييد الناس، وما بالتالي عليها أن تجد مصدر لهذه الشرعية. قد يكون مصدر لهذه الشرعية العنف،
استخدام أجهزة البوليس أو الشرطة أو ومن أجهزة العنف الرقابة. الرقابة جهاز عنف يعني لأنه حصر الأفكار منع الأفكار أو أنها تستخدم الدين. وأحيانا الدولة العربية أو النظام العربي بيستخدم الاثنين. يعني عمل زواج كده بين استخدام العنف العقابي والعنف البوليسي والعنف كذا ورابط ده كله بقضية الدين وأصبحت الدولة وهذه مأساة لازم نعترف بها هي المسؤولة عن الدين. إذا كانت الدولة أغلبيتها مسلمة فهي المسؤولة عن دين المسلمين. وهنا حتى المسلمين في الدولة اللي أغلبيتها مسلمة اللي بيختلفوا مع طريقة فهم الدولة للدين بيتعرضوا لنفس الاضطراب. إذن الأزمة هي أزمة مش أزمة يعني سهلة هي أزمة هيكلية. أزمة هيكلية في النظام السياسي أزمة هيكلية في غياب الحريات وإن تصورنا أحيانا إن في حريات متاحة بالدليل أصبحت الدول أنه هي تعلن أنها دولة أهم بنت فيها أنها إسلامية ما رأيك؟ هذا موجود طبعا أنا قلت وأقول وأكرر ولن أكف عن تكرار هذا الدولة بما أنها دولة المواطنين الذين يعيشون في الأرض الجغرافية اللي الدولة دي بتشرف عليها لا ينبغي أن يتدين لأنها دولة جميع المواطنين الذين يعيشون في هذه الدولة. الدولة عليها أن تحمي الأديان أو المجتمعات الدينية من أن يتعدى بعضها على بعض. وكان نفهم منك دكتور ناصر بأنه المشكلة الحقيقية والإشكالية الحقيقية في منع أو الحصار على الإبداع بكل أنواعه يتأتى من البنية السياسية من طبيعة الهيكل السياسي من الذي أطلقت الخلل الهيكلي. خلل الهيكلي. البنية السياسية فاقدة للشرعية تحاول أن تؤسس نفسها شرعية فتؤسس هذه الشرعية من جانبين بناء على العنف وقدرتها على العنف ضد المواطن وقدرتها على توظيف الدين لتبرير هذا العنف ضد المواطن. ومن هنا احنا نجد المؤسسات الدينية بشكل عام جزء من هذا الخلل الهيكلي. لذا يكون في مصر كنموذج انه الدولة او النظام في الظاهر سياسيا هو ضد الجماعات المتشددة ولكنه في المقابل نجده مع المبدعين يتواطأ مع المؤسسات الدينية او المتشددة من اجل المنع مثلا. لانه هنا النظام هنا بيعمل داخل في عملية والسعودية نموذج أكبر نعم داخل في عملية سباق مع التشدد ومع كذا أي يعني حول المرجعية الدينية يعني منع كتاب منع أغنية الخوف من تمثال إلى آخره. أنا أفهم أن الجماعات المشددة تعمل هذا الصخب حوالين هذه المسائل لكن إن مجلس الشعب المصري قاعد مشغول فترة طويلة جدا 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 خلي بالك احنا بنتكلم على مصر التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية وخلي بالك قاتلة يعني الناس بتموت عشان أنبوبة البوتاجاز مثلا يعني لكن مجلس الشعب قاعد بعد الوزير الثقافة قال عبارة وخلي بالك قاعد مشغول جدا جدا بهذه العبارة وتبارى أعضاء مجلس الشعب تبارى ممثلي الحكومة وممثلي الحزب الحاكم في إظهار يعني غيرتهم على الحجاب كانت مثلا مرتبطة بالحجاب يمكن أنت قلت لازم الرجال يتحجبوا تما يفتنوا النساء لا يعني طبعا أنا قلت كده لأنه محمد على هذا ما الذي يقدم كتبرير لتغطية المرأة سواء بالحجاب أو بالنقاب حماية الرجل من الفتنة ده التبرير الموجود في كل شيء لما الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين قال ما هو في رجالة يعني شكلهم فاجئ جميل طبعا يعني حضرتك ذكرت يعني هو ذكرت كتابك دوار الخوف يعني بالنسبة ليك دكتور تبرير غير مبرر بنمر بك الفكرة أخرى في الماضي كان المنع يصير من قبل أجهزة الدولة اليوم صار المنع يصير من قبل أفراد المصيبة انه
بناء على قانون الحسم الافراد هذا يكون عندهم الحق انهم يمنعوا اي كتاب، وهذا اللي صار معك مع حضرتك. هذا ما ياثرش على الحراك والنتاج الثقافي والفكري؟ بيقتله مش بيأثر عليه. يعني الافراد هنا يعني حصل ايه اللي حصل؟ انه الفكر الديني المتطرف وذلك في نزاع الدوله معه على المرجعيه وذلك اعطت هذا الفكر الديني القوه الى انه ينزل الى المستوى العام اللي احنا بنسميه الجراس روت. كويس. فعندك مشكله تدين دلوقتي، تدين بهذا المعنى المتخلف، مس المجتمع من 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 البنيوت التحتيه. وده هيحتاج الى الله اعلم عشان يعاد حرث الارض مره اخرى. ليه؟ بسبب الدوله وجهازها الاعلامي بتتنافس مع الفكر الديني، لان بترفضه سياسيا لكن لابد ان تتنافس معاه ايديولوجيا. كويس. بتتنافس معاه في ايهما يمثل الدين اكثر. ده اللي خلى مثلا ايه عمال مطبعه مثلا وده بقى يغيروا في الكتاب. يعني طبع روايات احسان عبد القدوس الكاتب الكبير، العمال ما عجبتهمش عبارات راحوا مغيرين. حضرتك كمان في قصه التحريم والتكفير عملت محاضره مهمه بمسرح دوار الشمس عنا الفن وخطاب التحريم، ورجعت بالجامعه الامريكيه في القاهره واستشهدت بالسيد قطب انه هو اكثر تساهل من الاسلاميين اليوم، وخاصه بكتابه التصوير الفني في القران. نعم. لانه لما نحلل القران تحليل يعني بلاغي وتحليل لغوي ومن منظور نظريه الاعجاز اللي لها تاريخ، وذلك هو كتاب ادبي بامتياز. لما نشوف كيف يرتل القران وقوانين الترتيل هي قوانين موسيقيه، وان احنا ما نزال نستمتع بالقران حين يقرا قارئ بصوت جميل اللي هو الميلودي بيضاف للقراءه. كويس. اذا كان الكتاب المقدس للمسلمين بيقدم في بنيته اللغويه وبيقدم في طريقه قراءته بيقدم يعني فن قولي، فن صوتي، فن ادائي، فن سيد قطب استخدم مصطلحات في الفن والدراما وكذا 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 لا يجرؤ حتى كاتب يعني غير اسلامي انه يستخدمها الان عن القران. ليه؟ لان سيد قطب اساسا ناقد ناقد ادبي، وهو الذي اكتشف نجيب محفوظ ادبي طبعا ما يحصل له الذي حدث له في بعد عودته من امريكا. الاحتفال بالقران كنص ادبي جزء كمان من التراث الاسلامي. عندنا كتب وعندنا مؤلفات عن نظريه الاعجاز كلها بتدخل بالاعجاز من تاريخ من المدخل اللغوي ومن المدخل الشعري، حتى وصل الامر بناقد مشهور جدا جدا صاحب اهم كتاب في اعجاز القران انه يقول لا تستطيع ان تقدر القران الا ان تفهم الشعر. بيعتبر ان اللي بيحرموا الشعر يقول كده، ان من يحرم الشعر انما يغلق امامنا وجه فهم اعجاز القران. نحن نخشى ان هذه المحاكمات والامور التي تمر على المفكر من امثالك قد تثنيهم. هل ساهمت او سولت لك ان لا انا تتراجع او تغير؟ احيانا ببقى متشائم مهلي، وان كان التشاؤم في دائما بقول ان انا ما يعني ما اقدرش ابقى متشائم. يعني المتشائم نوع من الرفاهيه ما اقدرش عليها. ليه؟ المتشائم معناه ان انا بطل شغل يعني. يعني بعد حكايه الكويت وهذا بالك مجموعه من الشباب كونوا حاجه على الفيسبوك اسمها ناصر ابو زيد فان كلاب. حمله ابو ناصر فان كلاب. معجبين بناصر بعد الحال زيد المعجبين. بعد الحال الاداء الغريب لان انا اتلقى رسائل من بعض اللي انضموا الى الفان كلاب على الفيسبوك. حضرتك تشتغل ايه؟ دكتور ناصر ابو زيد، حلوين نختم اللقاء بضحكه من عندك انت. نشكرك على حضورك معنا، فعلا فرحانين بوجودك هنا. @الحره.com مشاهدينا طريقكم للاتصال والتواصل معنا، وتصبحون بلا رقابه.